بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. احنا على بعد دقايق أو ساعة وشوية من أول ليلة من ليالي رمضان الجميل، فإن شاء الله هنبقى مع بعضنا في خلال الشهر من خلال بعض الخواطر. هنعملها مثلا خواطر ملهم أو خواطر رمضانية. ودلوقتي خلينا مع أول خاطرة إن شاء الله، وهي بعنوان فضل أول ليلة من ليالي رمضان. أنا هكلم النهاردة مع الناس، مش العباد، مش المجتهدين في العبادة، مش المحافظين على العبادة، مش المحافظين على تلاوة القرآن طول السنة، ولا محافظين على صلاة المسجد طول السنة. أنا هتكلم على اللي زي حالاتي، مع اللي زي حالاتي، مع الناس المقصرة، مع الناس اللي يمكن بقالها فترة طويلة ما مسكتش المصحف، مع الناس اللي الحمد لله بصلي لكن مش بصلي في المسجد كل الصلوات، ولو صليت ما بصليش الوقت في ميعاده، ممكن نفوت نص ساعة أو ساعة. الناس المقصرة دي كلها، والناس اللي ما كانتش بتصلي خالص، أنا بكلمكم وأنا واحد منكم. إحنا جالنا فرصة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله إن ربنا يعيشنا كمان الساعة ولا ساعة ونص دول عشان نبلغ رمضان. اللهم بلغنا رمضان، فرصة لينا إن إحنا نرجع تاني إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة لينا إن إحنا ننفض التراب من على المصحف بتاعنا، وإن إحنا نلحق بالركب. المسلمين اللي بيقرأوا القرآن كل يوم، يعني ربنا يبارك لهم ويبختهم. طب إحنا فين، وفين حظنا من القرآن، وفين حظنا من الحسنات؟ فيلا شمر ويلا توكل على الله، وأبواب الجنة مفتوحة. فمن صفات أول ليلة في رمضان أن تفتح أبواب الجنة كلها، فتحت على مصراعيها أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار. فالله سبحانه وتعالى بيفتح لنا أبواب الجنة، ويفتحها على مصراعيها 8 أبواب مفتوحين لي وليك من النهاردة، وبتقفل أبواب جهنم. ويقال يا باغي الخير أقبل، يا عايز الخير أقبل، يا اللي عايز تبقى سعيد أقبل، يا اللي عايز ترضي ربك أقبل، يا اللي عايز تفوز في الدنيا والآخرة أقبل، تعالى هو ده وقتك وهو ده أوانك. ويا باغي الشر أدبر، نقلل من السيئات شوية، نقلل من الشهوات شوية، نقلل من الدنيا شوية، يا عالم هنقابل ربنا سبحانه وتعالى إمتى. فيلا يا جماعة شمروا، وخصوصا إن كمان مرضت الشياطين، والشياطين الجماد قوي بيسلسلوا، فإحنا أصبحنا الحمد لله دلوقتي يعني واحد من أعدائنا اتسلسل. فبقى ربنا غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يغفر ويعطي كل ليلة في الليلة رمضان نفوس كتيرة ورقاب كتيرة. أسأل الله أن أكون لأبتي وأبيت كل دلوقتي منها، وأبيت كل مسلم يا رب. فيلا توكلنا على الله، إنوي من أول دلوقتي. صلاة المغرب هي أول بداية الليلة، إن شاء الله تكون قبل المغرب متوضي، قول أذكار قبل المغرب، ابدأ شوف المصحف اللي هتقرأ منه، ابدأ اقرأ قبل رمضان، قبل المغرب جدا امسك المصحف عشان ما تستناش رمضان يمكن ما تعيشي. ابتدي وانوي خير، ان شاء الله هتكون خير. وبعد كده خواطرنا هتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، مع حديث، مع آية، مع صحابي من الصحابة، مع صالح من الصالحين، نحكي عن موقف كده مع بعضنا وندردش في دقائق معدودة، وندعو لبعضنا ربنا يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا، اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا في رمضان، وجعلنا من تقائك في رمضان. كان معكم أسامة جلال.